أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم دائما على إكسترا نيوز. أرحب بكم تحديدا في استوديو الآن. تشارك مصر بقوة في فعاليات بورصة برلين السياحية المنعقدة خلال الفترة من 6 حتى 10 من مارس الجاري، وتمثل وزارة السياحة مصر في هذه الفعالية الكبرى، وتشارك بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 متر مربع ودور علوية بمساحة تقدر ب 75 متر مربع، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية و 59 فندق وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية وجناح لغرفة شركات السياحة. مصر تعرض مقتنياتها وخريطتها السياحية أمام أكبر المعارض السياحية في العالم وهي بورصة برلين، وذلك بعد انتعاشة ملحوظة في مجال السياحة وإقبال وفود سياحية من مختلف بلدان العالم. أهمية المشاركة المصرية واستشراف الخريطة السياحية للعام المقبل، كل هذا وأكثر نناقشه بالتفصيل مع ضيفي في إكسترا نيوز الدكتور هشام هزاع، عضو غرفة شركات السياحة. دكتور هشام أرحب بك. دكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. أنا أسفة يا فندم. أرحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. بشكل عام عايزين نعرف من حضرتك، ممكن توضح للمشاهد أهمية بورصة برلين للسياحة؟ هي بورصة برلين من أكبر بورصات السياحة في العالم، بالنسبة لنا شيء مهم جدا، وبالنسبة للسائح الألماني بالذات. بيشارك فيها تقريبا 187 دولة، ممكن 10,000 مشارك من كافة أنحاء الدول العالم. بيحصل تبادل ما بين أصحاب الشركات وأصحاب الفنادق، وطبعا مصر كدولة والدول الأخرى الترافل ايجنت، بيحصل تعاقدات فيها مهمة جدا. تقريبا 120 ألف بقى عامل أو واحد صاحب مهنة بيعمل في قطاع السياحة بيشارك كفيزيتور وكأفراد. أهميتها كبيرة جدا، وخاصة بالنسبة لأن السائح الألماني بالنسبة لنا رقم واحد في مصر. كان في 2018 وصلوا 1,700,000، ومتوقع يزيدوا بعد البورصة دي بإذن واحد أحد 25% زيادة، يعني احنا بنتكلم في حوالي 2.25 مليون تقريبا هيصل عدد السائح الألماني لمصر في 2019 إن شاء الله. ده رقم كويس جدا. السائح الألماني سياحته معظمها بتبقى سياحة بتشمل السياحة الثقافية اللي هي زيارة المعابد والأهرامات والسياحة الثقافية عامة والسياحة التاريخية، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية. بورصة برلين بتتميز السنة دي، أو التحديث والتقنية اللي عملها وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية ومصر للطيران، ان في تقنيه حديثه، ان بالاضافه الى الاعلان عن مصر بشكل مختلف، ان كل ديستنيشن لوحدها، الغردقه لوحدها، اسوان لوحدها، البحر الاحمر او شرم الشيخ او مرسى علم، كله بيبقى له شاشه معينه. الشاشه دي بتقنيه عاليه جدا، ان احنا هنستخدم فيها الفيرتشوال رياليتي او الفيرتشوال توريزم، اللي هو الصوره بابعادها المختلفه 3 دايمنشنز، ان هو يقدر الزائر يتفرج عليها بحيث انه يحس ان هو في مصر، في الغردقه او شرم الشيخ، وبتبقى بتصوير درجه 360، لان دي السياحه الرقميه او السياحه اللي هي القادمه، ان ازاي هو يبقى متخيل نفسه مثلا في المتحف المصري، متخيل نفسه ان هو وماشي زي يعني ماشي كانه ماشي في الطريق نفسه، وبيسمع السايد افكت والاصوات والحاجات دي كلها كانه عايش الحدث. فدي التكنولوجيا دي هتفيد كتير جدا. هي التكنولوجيا دي كانت موجوده لما عملوا بورصه لندن؟ لا، ما تهقليش، اتعملت في بورصه برلين. والديستنيشن والتقنيه دي اتعملت حاليا في بورصه، لان انا الحقيقه ما حضرتش بورصه لندن. يعني يمكن كان في معلومات ان الجناح المصري سيشهد ادخال تحديثات على النموذج اللي تم تقديمه في بورصه لندن في نوفمبر الماضي، فممكن. بس هو ده السؤال كان على الهامش طبعا المعلومه اللي حضرتك ذكرتها. لا، بالنسبه لي ان في بورصه برلين دي احدث تقنيه وصلوا لها دلوقتي كمصريين للعرض في الجناح المصري بتاعنا في بورصه برلين، وطبعا ده جناح كبير. يعني الاهم من كده ان برضو في اعلانات كتيره جدا في بورصه برلين وعلى التذاكر بتاعت المعرض بتاعنا عن المتحف المصري الكبير،
وكمان العروض اللي هتبقى موجودة هناك بالنسبة للزائرين والعارضين عن المتحف المصري برضو بنفس التقنية العالية جدا، اللي هي هيشوفوا بقى توت عنخ آمون، هيشوفوا تمثال رمسيس، هيشوفوا الحاجات دي كلها بنفس التقنية، انه يحس ان هو شايف الحاجة واقعية او بيعيش الجو الاتموسفير للنوع ده من الدعاية. لو اتكلمنا عن القيمة السياحية لمصر دكتور حسام، يعني مشاركة مصر في هذه الفعالية الكبرى كأحد البلاد التي تقوم بعرض السياحة داخلها، أهمية المشاركة المصرية، أو يعني ربما نسأل هذا السؤال من جانب آخر، كيف ينظر العالم إلى مصر الآن والسياحة داخل مصر؟ هو مصر ابتدت بالفعل أو رجعت لاستعادة مركزها في الشرق الأوسط الفترة الماضية، وده راجع لأسباب كتيرة، أهمها طبعا الاستتباب الأمني والأمن المطارات والصورة والعلاقات السياسية اللي بتتمتع بها مصر. رجعت رائدة في الشرق الأوسط تاني تحت قيادة السيد الرئيس السيسي. العوامل دي كلها أطفت على مصر نوع من الأمان، وطالما السائح حس بالأمان ومصر بقت بتطلع في كافة المجلات الأوروبية أو الأمريكية إن هي منطقة خضراء أو إن هي حازت على كذا أو وجهة السائحين، فده بيدل على مدى التطور اللي احنا وصلنا له في استتباب الأمن وفي كسب أو جذب ثقة السائح الأجنبي وجذب ثقة الرؤساء الدول، لأن هي برضو ده في عنصر سياسي. بمعنى إيه؟ كان في فترة من الفترات بعد 25 يناير كان في حظر على مصر تام. أنا مش عايز أجيب السيرة دي، بس دي من النيجاتيف ثينكس أو الأشياء السلبية، إن إنجلترا لسه حاطة حظر على شرم الشيخ، مع إن كل دول العالم، ألمانيا ما حطتش حظر على شرم الشيخ، كل دول العالم تنزل شرم الشيخ، كل الناس بتنزل شرم الشيخ. بس طبعا خلينا برضو نقول ان شرم الشيخ دلوقتي من اكبر المدن الجاذبه للسياحه في العالم، انا مش بتكلم على مصر بس ولكن في العالم. يمكن الناس لما بتقول مصر بتقول شرم الشيخ، بتقول اسوان، بتقول الاقصر. طب خليني اروح مع حضرتك على نقطه اخرى، ما المتوقع من وزاره السياحه العام المقبل، او خطه وزاره السياحه للعام المقبل من توقعات حضرتك؟ هو انا بمثل قطاع اتحاد غرف شركات السياحه وغرفه شركات السياحه. طبعا هو في خطه حطها وزارة السياحة مع اتحاد عام غرف شركات السياحة مع غرفة شركات السياحة للتطوير والتحديث بكافة الأساليب وبكافة التقنيات، ده من ناحية اللي هو من ناحية الدعاية. يعني احنا مثلا غرفة شركات السياحة حاليا طورت الويب سايت بتاعها بما يتناسب مع التقنية الحديثة بالنسبة للسياحة أو بالنسبة للتسويق الإلكتروني والديجيتال ماركتس وتسهيل كل العمليات. كذلك وزارة السياحة بتستخدم الأساليب دي في التطوير. اتوضع خطة شاملة للقطاع في وزارة السياحة ولقطاع غرفة شركات السياحة والاتحاد العام لغرف شركات السياحة والفنادق في التطوير والاستثمار في العاملين في هذا القطاع من جهة الدورات التدريبية. وإحنا كأصحاب شركات سياحة كان في شهر فبراير الماضي عملنا دورة، الدورة دي كانت مخصوص لنا كليدرشيب وكقيادة، وبعد كده هيجي الموظفين والعاملين، واتعملت في العاصمة الإدارية فندق الماسة، وقعدنا هناك حوالي 3 أيام ليلتين، أخذنا فيها دورات تدريبية على أعلى مستوى من متخصصين في الاتش ار وفي التكنولوجي وفي التدريب وفي السياحة الإلكترونية وفي كل. بطبيعة الحال كليدر للمؤسسات بتاعتنا بنقدر نقود العمالة أو الموظفين أو الناس اللي بتشتغل في القطاع بتاعنا، بنديهم نفس التدريبات. وفي الغرفة عندنا هتبقى التدريبات للي معهم كارنيهات الغرفة والعاملين في الشركات من دون تكلفة، فده شيء رائع طبعا. فده هيؤدي إلى تطوير شامل في القطاع مع العاملين والموظفين وأصحاب الشركات والفنادق وإلى آخره. وزارة السياحة بتعمل نفس الهيكلة ونفس الدورات التدريبية، وعندها شركات كبرى في مجال التدريب وشركات عالمية بالنسبة للقطاع، فده هيؤدي إلى طفرة كبيرة الفترة القادمة، بالإضافة إلى التسويق اللي بيحصل بهذا الشكل وبهذا المنطلق من ناحية التحديث في الأساليب التكنولوجية الحديثة للتسويق، وده تسويق عالمي لأن احنا وسط منظمات عالمية وشركات عالمية ودول
في مؤتمر برلين، فده هيؤدي إلى التقارب في المستوى التسويقي وبالتالي جذب عدد أكبر من السياح. طب يمكن خليني أرجع تاني إلى المحفل الدولي بورصة برلين، الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، هل ليهم مشاركة في هذا المحفل؟ طبعا طبعا، وليهم ستانس موجوده كبيره على مساحات كبيره. غرفه شركات السياحه مثلا بيمثلها الاستاذ حسام الشاعر رئيس الغرفه، الاتحاد العام لغرف شركات السياحه بيمثل الاستاذ احمد الوصيف، في مصر الطيران، في طبعا في محافظ جنوب سيناء، في محافظ البحر الاحمر، كل الناس دي بتمثل مصر، مع بالاضافه طبعا للسيده الوزيره رانيا المشاط ورئيس هيئه تنشيط السياحه دكتورة رانيا المشاط مع حفظ الألقاب، كل دول بيمثلوا القطاع هناك، وطبعا ده بيؤدي إلى يعني إعطاء مزيد من الثقة والثقل السياسي والسياحي للدول المنظمة، بالذات لألمانيا، إن في رموز سياسية واقتصادية وسياحية على أعلى مستوى، لأن الناس دي برضو القطاع الخاص سواء اتحاد غرف شركات السياحة أو رئيس غرفة شركات السياحة أو المشاركين، رموز اقتصادية ليها وزنها في القطاع السياحي، ناس يعني شركاء وبارتنر لشركات عالمية برة، فده بيؤدي إلى ثقل سياسي واقتصادي في نفس الوقت في قطاع السياحة بالنسبة للدول المشاركة هناك، فيؤدي إلى جذب مزيد من الثقة ومزيد من التعاملات، وبالإضافة إلى عقد أو تعاقدات جديدة في الفترة القادمة. طيب خليني أيضا أتحدث مع حضرتك على موضوع مهم، وهو الترويج للمتحف المصري الكبير. طبعا يعني هذا المتحف في الفترة المقبلة سيكون من أكبر المزارات والأماكن السياحية داخل مصر، هل من الممكن الترويج لهذا المتحف عن طريق هذا المحفل الدولي؟ يعني ربما كانت أشارت إليه معالي وزيرة السياحة الدكتورة رانيا مشاط. هو بيتم بالفعل دلوقتي ترويج ليه كبير جدا، لأنه يفتح إن شاء الله في 2020. وطبعا هم الدولة بذل مجهود كبير، سواء الدكتور خالد عناني في وزارة الآثار أو الدكتور رانيا مشاط في الترويج، أو كافة القيادات المتخصصة في هذا المجال. المتحف المصري الكبير دلوقتي في شاشات عرض، موجود صورة المتحف المصري على تذاكر خاصة بمصر في مؤتمر برلين، الشاشات اللي موجودة هناك لكافة الزائرين، انت متخيل حضرتك لما يكونوا 120 ألف شخص من العاملين في القطاع، بالإضافة انه هيفتح للجمهور ويشوفوا الشاشات دي بالتقنية الحديثة والفيرتشوال رياليتي، وان هو يحس انه موجود بيشوف الماسك بتاع توت عنخ امون او رمسيس او تيفر بقى اللي معروض هناك، وبيحس انه هو بيشوفه فعلا، ده هيؤدي الى زيارة مصر في الفترة القادمة بالذات. يمكن المتحف الكبير كمان يعني خلينا ربما نشير إلى أن هناك إجراءات أخرى تتعلق بهذا المتحف لتسهيل ربما زيارة المتحف، أو يعني لجذب الانتباه له، وهو ما يتعلق بإطلاق مطار سفينكس لتسهيل الوصول للمتحف الكبير، وكمان تطوير منطقة الأهرامات. هذه الإجراءات يعني كيف ينظر إليها السائح يا فندم؟ هو السائح لغاية دلوقتي بيسمع عنها، لكن لما هتتم على أرض الواقع وتنفذ، وطبعا تم تنفيذ مطار سفينكس، ده مطار مهم جدا لأنه هينقل نقلة نوعية مختلفة، لو تم نزول فيه طيران شارتر، طيران اللي هو أرخص من الطيران الدولي أو الطيران الداخلي، يعني زيارات اليوم الواحد مثلا ناس مقيمة في الأقصر أو في أسوان أو في الغردقة، وهيبقى فيه طيران اوفر داي او اوفر نايت بالطياره يجي يزور المتحف المصري الكبير، بالاضافه الى منطقه الاهرامات ويرجع تاني للغردقه، فده هينشط عمليه سياحيه بشكل ملحوظ وكبير جدا. تطوير منطقه الاهرامات، وانا اعتقد ان في شركه كبيره من غير ذكر اسماء رسي عليها تطوير منطقه الاهرامات، وهيبقى في زي عربيات الجولف او التفتف اللي هو بيمشي في المناطق وينقل السياح، ده كله هيزيد من سرعة ووتيرة الحركة السياحية وزيادة التدفق السياحي في المنطقة بالنسبة للمتحف وبالنسبة لل يعني طبعا هو أنا عايز أقول السوق الألماني مهم طبعاً، لأنه بيصدر حوالي 69 مليون سائح من ألمانيا في السنة للعالم كله. يعني يمكن ده كان سؤالي القادم يا فندم، هذه الفعالية بتقام على أرض ألمانيا، يمكن زي ما حضرتك ذكرت في البداية، هل نستطيع يعني أن نقول أن الظروف تأتي في صالح مصر، خاصة وأن السوق الألماني يعني مهم جدا بالنسبة لبلدنا؟ الظروف تأتي في صالح مصر بشكل إن شاء الله كويس جدا وملحوظ جدا. أنا عايز أقول حضرتك حاجة، كان في زيارة قامت بها السيدة أنجيلا ميركل
الى مصر ساعه التعاقد مع شركه كبيره سيمنز او كده، وجت زارت منطقه الاهرامات، وكان السيد الرئيس المشير السيسي موجود، وكان السيده انجيلا ميركل، وهم نزلوها على الصحافه والسوشيال ميديا الالمانيه. الكلام ده كان بعد حادثه الطياره، كان في 2016 تقريبا. 2017 بقى رقم السياح رقم واحد في مصر السياح الالماني، نتيجة لهذه الزيارة ونتيجة للأحداث ونتيجة لوجود الصور دي. في 2018 برضو زادت، ففي تعاملات، والألمان يعتبروا ما وقفوش أو ما عملوش حظر على مصر بشكل زي ما حدث قبل كده حتى في شرم الشيخ. فبتلاقي توافد السياح الألمان بشكل ملحوظ يعني، وهم بالنسبة لنا مهمين والأسواق الأخرى كلها مهمة، بس يعني الألمان رقم واحد. نعم، سأعود إليك مرة أخرى دكتور حسام، ولكن هل لك أن تبقى معي؟ يعني مشاهدينا، في ذات السياق أكد سفير مصر بألمانيا بدر عبد العاطي أن مشاركة مصر في بورصة برلين لها أهمية في تنمية القطاع السياحي باعتبارها أكبر بورصة للسياحة بالعالم. وأشار عبد العاطي في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز إلى أن وزيرة السياحة دكتورة رانيا المشاط تروج للمتحف المصري الكبير خلال مشاركتها. نتابع. في أهمية كبيرة جدا للمشاركة المصرية السنوية في بورصة برلين للسياحة، باعتبار أن هذه البورصة هي أكبر بورصة للسياحة في العالم من حيث مساحة العارضين، من حيث عدد الدول المشاركة، عدد الشركات المشاركة، من حيث أيضا عدد الزوار اللي بيترددوا على مكان انعقاد البورصة. فبالتالي هي أهم بورصة للسياحة في العالم بلا منازع، ومصر يعني نصف قرن بتشارك باستمرار وسنوية وفعالية في عمل هذه البورصة. يمكن المشاركة هذا العام عام 2019 مشاركة هتكون أكثر تميزا وأكثر اختلافا عن المشاركات السابقة، باعتبار ان الحق كامل للسياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر والسياحة الألمانية الوافدة إلى مصر. وبالتالي يعني في آفاق أرحب، آفاق كبيرة جدا لمزيد التوجه السياحي للمنتج الصحي المصري، باعتبار تنافسيته الشديدة من حيث الخدمة، من حيث فرادة المنتج المصري وكفاءته العالية، وأخيرا من حيث أيضا تنافسيته من حيث السعر بالمقارنة بالمقاصد الأخرى. بالتالي يعني مشاركة متميزة، وزي سيادتك ما تفضلتي على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص. هذا العام بتنعقد في بورصة برلين للسياحة، وبتاعت المشاركة المصرية فيه بعد اكتشافات سلسلة عديدة جدا الأثرية في مصر في عام 2018 من جانب وزارة المصرية. فبالتالي ده بيعطي دفعة كبيرة جدا للترويج للسياحة الثقافية في مصر. أيضا العام القادم سيكون عام الافتتاح الرسمي للمتحف الكبير، وده أكبر متحف للآثار المصرية في العالم، وبالتالي ده هيكون حدث فريد من نوعه ويسهم بشكل كبير جدا في الترويج للسياحة الثقافية إلى مصر. إذا عدنا إليكم مرة أخرى، أرحب بضيفي مرة أخرى الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. أختم معك بهذا السؤال يا دكتور، بشكل عام كيف تقيم السياحة العام الماضي 2018 وما تتوقعه في 2019؟ لا، في 2018 يعتبر أحسن عام للسياحة في مصر بعد 2010، والإحصائيات ما يقارب 11 مليون سائح من غير السوق الروسي، لأن السوق الروسي مش موجود. يمكن 150 ألف سائح وصلوا مصر وعن طريق يعني دول أخرى، فطبعا ده تقدم كبير في السنة الماضية. رقم واحد كانوا الألمان، تاني واحد الأوكران، تالت واحد بقى كان السوق الخليجي المملكة العربية السعودية، وده شيء جميل جدا. ابتدت تظهر في مصر السياح في الشوارع في كافة المناطق في كل حتة بمختلف جنسيات. 2019 إن شاء الله ممكن نوصل ل 2010 ممكن نوصل ل 14.5 مليون سائح.
او اكتر باذن الله لو استمرت الوتيره بهذا الشكل وبهذا التسويق مع وجود الاحداث والايفنتس العالميه. في حدث هيحصل في 15/3 ان جاي فريق عالمي مصر برضو، ده هيؤدي الى شهره كبيره لان الفريق ده من امريكا، وتذاكره خلصت تقريبا، فريق ميوزك يعني، في شركه كبيره عاملاها، شركه سياحيه في مصر. كل الاحداث دي مع وجود طبعا كاس الامم الافريقيه دي هتؤدي الى جذب كبير جدا من السياحه الافريقيه الى مصر. عندنا مؤتمر بعد برلين ان شاء الله، مؤتمر كبير جدا هنا في دبي ان شاء الله يكون لنا فيه حضور برضو كبير، هيكون زي اي تي ام برضو، وده هيكون له تاثير كبير. بس طبعا احنا مهتمين كقطاع كبير جدا، سواء بقى الوزاره او اتحاد غرف شركات السياحه او غرفه شركات السياحه وغرفه الفنادق، كله مع الدوله بالامم الافريقيه، لان دي هتكون حدث كبير جدا وبيتابعه كل العالم. فان شاء الله يكون في رواج وممكن نوصل وان شاء الله نتفوق على 2010 نبقى 15 باذن الله ان شاء الله. طبعا انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. كنت معي في استوديو اكسترا نيوز الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه، شكرا جدا لحضرتك. شكرا يا فندم لحضرتك، وسعدت جدا بالبرنامج. شكرا، وربنا يوفق مصر باذن الله. اذا مشاهدينا بذلك تكون انتهت هذه التغطيه الاخباريه حتى هذه الساعه. على راس الساعه القادمه القاكم من جديد ولكن في نشره اخباريه مفصله، ابقوا برفقتي.